منع تساقط الشعر نهائيا ومجربه. طريقه جد سهله وبسيطه. اول خطوه غناخذوا حبه وراس ديال الثومه وغادي نقشروها، بعد ذلك غادي نحتفظوا بها في شي قرعه زجاجيه، غنزيدوا عليها 100 مليلتر من زيت. خش ليها الاكسجين مره اخرى، وابخي غنديروه في شي زيف يكون اسود وغنتركوه في شي مكان يكون مظلم لمده لا تقل عن 20 يوم، يعني واخا نتركوه شهر او 25 يوم ما كاينش اشكال. من فوائد هذا الزيت انه كيطول الشعر لانه كيغذي الزغبه من البصيله، وكذلك كيخلصكم من القشره نهائيا. بالنسبه للناس اللي كيدوزوا مشط او مشطه وكيحسوا بواحد الالم في فروه الراس، هذا الزيت كيخلص من ذاك الالم نهائيا. كما سبق لي وقلت كيمنع تساقط الشعر كليا وكيملا الفراغات وكيحارب الصلع. بعد مرور 20 يوم غنصفيو هذا الزيت وناخذوا ملعقه من الزيت ونضعها فوق فروه الراس مع التدليك ديالها لمده ديال 5 دقائق، بعد ذلك غنتركوها على فروه الراس بين 20 دقيقه حتى ساعه. غنكرروا هذه العمليه جوج مرات في الاسبوع للشهر الاول. بالنسبه للشهر الثاني نديروها مره في الاسبوع، الشهر الثالث نديروها مره في 15 يوم. هذه الوصفه ديجا معروفه ومجربه، بالنسبه للناس اللي جربوها يخليو تعليق تشجيع ناس اخرين، بالنسبه للناس اللي ما جربوهاش يخليو لنا الغيزيطه او النتيجه في كومونتير. من احسن الوصفات اللي كتمنع تساقط الشعر اخوان، كلشي يدير ويدير كومونتير. بغينا هذا الفيديو يوصل اكثر من 1000 جيم، اللي ما دارش اشتراك يدير اشتراك في هذه القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد ان شاء الله باذن الله عز وجل. في امان.